بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الموافق 28/8/2020 تم تحميل الجيزة 3 طن، الإسكندرية 4 طن، الغربية 4 طن، البحيرة 4 طن، السويس 2 طن، وكل عام وأنتم بخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الجمعة الموافق 28/8/2020 إن شاء الله طالع بعربية إسكندرية 4 طن. اليوم الجمعة 28/8/2020 متوجه السيارة إن شاء الله إلى مديرية أوقاف الجيزة ب3 طن، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 28/8 متوجه إلى مديرية أوقاف الغربية ب4 طن. اليوم الجمعة الموافق 28/8 تم تحميل 4 طن لحوم من مجزر البساتين لتسلمها إلى وكيل وزارة البحيرة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، والله الموفق وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الموافق 28/8/2020 تم تحميل عدد 2 طن من اللحوم الحمراء لمديرية أوقاف السويس.